ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. 2016 كانت سنة حافلة على كل الأصعدة وعلى مستوى العالم. بهي الحلقة رح نحكي بس عن الأحداث الاقتصادية الأساسية والهامة يلي صارت بال2016 ويلي ممكن يمتد أثرها لل2017، فخليكن معنا. الإعلان عن قانون جاستا، وبموجب هذا القانون سمح القانون الدولي للمتضررين من أحداث 11 إيلول بأمريكا من محاكمة السعودية، والسنة الجاية رح تشهد بالتأكيد تطور لهي القضية وممكن تأثر على العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية. انتخاب ترامب رئيس لأمريكا. من أكبر مفاجآت هاي السنة انتخاب دونالد ترامب رئيس لأمريكا، وهو الرجل المعروف برأسماليته وعنصريته، ومع أدائه للقسم ببداية السنة الجاية رح تاخد سياسته الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية شكلها النهائي، ويلي هي بدون شك رح يكون إلها تأثيرها على العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط وعلى سوريا. من أهم الأحداث يلي صارت بال2016 التصويت على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا يلي خلى بريطانيا تعيش فترة من التخبط الاقتصادي واللي رح يستمر لوقت الإعلان عن خطة الانسحاب بشهر آذار من سنة 2017 وحتى لبعد الانسحاب الرسمي. وعدا عن تأثير هذا الانسحاب على الاقتصاد البريطاني، فإله تأثيره على الاتحاد الأوروبي اللي عم بيعاني أصلاً من الأزمات الاقتصادية، وممكن ظاهرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تتكرر مع إيطاليا يلي رح تصوت قريباً على قرار الانسحاب. وبشهر شباط 2016 تم رفع العقوبات جزئياً عن إيران، ومن وقتها بلشت إيران تشد الاستثمارات الخارجية وعقدت عدة صفقات استثمارية بتفوق أرباحها الملايين، ومتوقع تستمر هاي الاستثمارات للسنة الجاية إذا ما تأثر قرار رفع العقوبات باستلام ترامب للرئاسة. وهذا الحديث تحديداً له تأثير على سوريا، نظراً لتدخل إيران بالحرب بسوريا بجانب النظام السوري ودعمه بالجيوش والأسلحة، وأكيد تقدم اقتصادها بيعني استمرار دعمها للنظام السوري. نجي لحدث كبير صار بالنص الأول من السنة واللي نعرف بتسريبات بنما يلي كشفت عن الثغرات القانونية يلي ساعدت على التهرب الضريبي، وكشفت عن فساد العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية وارتباطها بالشركات الوهمية المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبالنص الثاني من السنة تحديداً بشهر 7 انتشرت لعبة موبايل على مستوى العالم، أكيد عرفتوها، بوكيمون جو، اللي طورتها شركة يابانية وحصدت أرباح منها بتقدر بمئات الملايين، واستفادوا بعض الناشطين بسوريا من هالانتشار الواسع للعبة لحتى يوظفوها ضمن إطار بيسعى لتسليط الضوء على معاناة أطفال سوريا. أما على صعيد الاقتصاد السوري فشهد الاقتصاد السوري انهيار كبير، كان واضح بانخفاض قيمة الليرة السورية وغلاء الأسعار بشكل جنوني، وبلشت سنة 2016 بسعر صرف الدولار الأمريكي ب 396 ليرة، واليوم مع نهاية سنة 2016 سعر الصرف 514 ليرة، علماً أنه سعر الصرف لفترة معينة قطع 600 ليرة وهي كانت كارثة للاقتصاد السوري. حاول المصرف المركزي يتداركها من خلال تدخلاته بالسوق بس ما قدر يسيطر على الوضع، ولا زالت الليرة عم تدهور أمام الدولار رغم الخطط الاقتصادية للمصرف المركزي ورغم تغيير حاكم المصرف المركزي. كانت أهم الأحداث الاقتصادية اللي صارت بسنة 2016 على الساحة السورية والعالمية. إذا في أحداث تانية أنتوا شايفينها ما بتقل أهمية عن الأحداث اللي حكيناها، شاركونا فيها بمشاركاتكم وتعليقاتكم. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.